عايز اعمل كفتي في السمك بالبرغل، دي مطلوبه. خلي بالكم احنا في الاجازه الاسبوعيه بتاعتنا، احنا خميس وجمعه بنبقوا ايه تسجيل الخميس والجمعه اجازه، فانا دوري بتابع السوشيال ميديا عشان اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا يطمئنوا ويعرفوا ان في متابعه على السوشيال ميديا، الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام، بنعرف طلبات حضراتكم ايه من اكله امي. نفسها تاكل كفته السمك ما تفكش في الزيت، وتاكل السمك مستوي، وكمان الكفتة بتبقاش مكتومة. حاجات وتفاصيل كتيرة وأسئلة كتيرة، أنا بجمع ده وده وده وأجاوب عملي في يوم السمك. كفتة السمك بالبرغل على الشاشة، معانا برغل اتغسل بمية من الحنفية عادية باردة، يعني مش سخنة ولا حاجة، ويتغسل مرتين ويتصفى كويس ويتساب على جنب، وحذاري إنك تسيبي فيه مية، سواء بتعمليه كبيبة سواء بتعمليه كفتة سواء بتعمليه تبولة. البرغل من منتجات القمح الصلب، بيطلع برغل ناعم وبرغل خشن. اللي معايا ده برغل خشن هستخدمه في الكفتة، اتغسل واتصفى مرتين. ومعانا سمك فيليه قشر بياض، سمك فيليه بورتي، سمك فيليه وقار، سمك فيليه هامور، المهم خالي من الحسك اللي هو الشوك. ومعانا بصل وتوم وشوية شبت وشوية كزبرة وبهارات وشوية حب. نعملها مع بعض ازاي؟ التفاصيل بسيطة وسهلة. أول حاجة همسك البرغل ده أطحنه ناعم جدا مع بصلية ناعمة وقرن فلفل حار، عشان جوزي بيحب الكفتة شوية سبايسي، أو تحط معلقة فلفلة حلوة حسب ما أنت حابة. شلت البذر بره أهو، حلو الكلام؟ حلو الكلام. ناخد البرغل المنقوع بقاله ساعتين علشان يتفرم معايا بسهولة، وانزل بيه كده أول حاجة. نعم، سؤال وجيه كنت أتمنى حد من المشاهدين من اللي بيتابعوني حبايبي يسأله، طريقة عمل الكوبيبة نفس الطريقة؟ نفس الطريقة. بتستبدلي السمك بإيه؟ بلحمة هبرة خالية من الدهون، لحمة هبرة خالية من الدهون. وعلل ولماذا ليه خالية من الدهون؟ عشان وجود الدهون في الهبرة بتاعت الكوبيبة بيخلي الكوبيبة تفك. حلو الكلام؟ طب والله جوزك ما خدش باله، الراجل ما عندوش خبرة قوي في ان هو يقطع حتة اللحمة هبرة ومن غير دهون، الجزار يعني لكفة اللحمة وحط له دهون، وعايزة تعملي الكوبيبة، تعملي ايه وانت معاكي شيف شاطر؟ ده كلام كبير قوي. تدفعي كام؟ تدعيلي دعوة حلوة في سرك؟ تحطي مع البرغل معلقه سميد ناعمه، صلي على الحبيب قلبك يطيب. هنحط مع البرغل معلقه سميد ناعمه، معلقه السميد الناعمه بتصلح غلطه الجزار. اخواننا على السوشيال ميديا واللي بيتابعوا السوشيال ميديا واللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا، معلقه سميد ناعمه في الكوبيبه بتصلح غلطه الجزار في قطعيه اللحمه هبره فيها دهون. إذن السميد الناعم بيخلي اللحمة تمسك في البرغل وتقفش، عشان السميد عنده عضلات كده، وإحنا عارفين السميد لما بيدوب بيديني مادة لزجة لطيفة وجملة. الكلام ده بنشوفه في البسبوسة. حلو الكلام؟ هناخد البرغل ده كده ونضرب. اللهم صل على النبي. Ha ha ha!
اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الدلع ده؟ ايه الثقه دي؟ ست ام كلثوم قالت ايه؟ قالت لك واثق الخطوات يمشي ملكا. شفتي كل ده مع بعض. المخرج بيسالني بيقول لي حطيت ميه ليه؟ تدفع كام؟ البرغل فيه الياف قويه جدا عشان كده بيستخدم في عمل الكبيبه، وفي كبه العدس لازم برغل. اي نوع من انواع الكبيبه، كبيبه بطاطس، كبه عدس، كبه لحمه، كبه سمك، كبه جمبري، لازم البرغل هو سيد الموقف. بنقلبها تقليبه حلوه كده ونحط البهارات الحلوه ونضربها كمان ضربه. بهاراتنا فلفل اسود، شويه من الكركم، شويه الملح الحلوين، الكنترول في الملح، حلو الكلام. الاسماك مش بتحب الملح الكتير، بابريكا، كمون، حلو. ممكن تحط كاري بدل البرغل، بدل الكركم. دي كزبره ناشفه. كل دول تاني ونشغل الكبه بتاعتنا. بس خلاص، انا اسف جدا للازعاج بس غصب عني. انتوا عارفين انا مش بحب دايما يعني ايه صوت الخلاط صوت الكبه ازعج حضراتكم، ولكن خلونا بقى ايه ناخد الخلطه الحلوه دي كده. دي لازم عشان تشتغليها يا ست الكل سيبيها شويه في التلاجه. ليه بقى؟ البرغل كل ما يقعد كل ما يديني شخصيته ويبين عضلاته. اهو الله، شفت الخليط ده كده؟ عندي زيت شديد الحرارة بتعاملة زي عجينة الطعمية. الله، حلوة، فيها كل حاجة، فيها البهارات، فيها التوابل، فيها كل حاجة حلوة. أشيل الكبة بتاعتي والسكينة، خلي بالك ما تحطهاش على الحوض عشان ما تبقيش مستعجلة وممكن تعوري إيدك. الحاجات اللي بقولها دي بتحصل في أي بيت. سكينة الخلاط، سكينة الكبة، تشيليها من الخلاط وتركينها على جنب لغايه لما تروقي الدنيا. ادي العجينه بتاعتي جاهزه زي الفل، فيها البهارات فيها التوابل. هيحمر الكفته ازاي الجميله الحلوه؟ انا معايا زيت غزير، الفلايرز بتاعي، انت ما عندكيش زيه. هتجيبي طاسه اللي بتحمري فيها السمك العادي، واحنا واقفين مع بعض كده زي الشربات، ومعانا الزيت شديد الحراره، وهعلمك تحمري الكفته ازاي ببساطة جديدة خالص. معايا كوباية فيها مية ساعة ومعلقة، واقف جنب الزيت الحلو ده كده واحمر كفتة الجمبري، كفتة السمك. ادي الكفتة بتاعتي اهي اهي اهي، يلا بينا. شفت؟ انا واقف بس سلة ورايا حاجة. الله، فيها ايه؟ فيها خبرة طهوية. اوعى تحط واحدة على واحدة بالله عليك، ما تزعلش منك. الراجل اللي بيحمر الطعمية في الشارع وعلى ناصية الشارع بتلاقيه هو حمر الطعمية ايده كده خلاص خدت. عامل زي اللي بيضرب على البيانو. ربنا يديله الصحة ويبارك له في أكله وعيشه. ما يحطش واحدة على واحدة. هو الزيت بيبان قدامك اللي هو مكان فاضي. زي ما انا شغال كده. طبعا انا معايا الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، جايبين التفاصيل دي. واجي رايح كمان للحته اللي كنت بحط فيها في الاول. خلاص هي اتشبعت ايه بالزيت. يا راجل يا طيب، ده كلام بيقول لي مش هتفك منك؟ انت عارف تفك امتى؟ والله انت ابن حلال. في حاله لما انا اكون فرحان بقى والشاطره بقى وتقعد تهز بقى في الطاسه. والفاتوره بتاعت الفلاير اسمها فاتوره. خدت بالكم؟ او المصفى يعني. لا ده ما يتقلبش كتير خالص.
زي ما انا شغال كده اوعى تقلبيها زي بلح الشام كده، اول ما تعمليه وتحطيه في الزيت ما تقلبيهوش، تسيبيه خالص لغايه لما هو يناديلك وتغني له بتناديلي تاني ليه. شفت السمك بيطلع معايا ازاي؟ اهو ده فين 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 اهو جنبها خالص، بسيبها بسيبها اهي. ايه الجمال، ايه الحلاوه دي، اهو اهو شفت، بص بص على الحلاوه، بص هو ده اهي شفت، هو ده اهي شفت الكفته عيني اهو، بص على بص على المكان اللي انت عايزه. معلش بعتذر، ها عارفين البرد اللي ما بين الصيف والشتاء ده. شفت الكفته بالله عليك، بص 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 على الحلاوه دي كده، بص شفت ازاي طالعه عامله، بص لسه حمر انا حاضر عيني، هفتح لك واحده دلوقتي بس خليني اطلع الطاره دي بيسموها الطاره او الوش ده، وبعدين ايه نعمل وش تاني واحنا مع بعض. شفت الكفته، اوعي تقلبيها وهي بتحمر، ده بلح الشام دي زلابية، ده جمبري نجيب طبق التقديم. حلو الكلام، اللهم صل على النبي. دايما مقليات زي جمبري زي كفته بتطلعها على منديل ورقي زي ده كده، يعني هي مش شربانه زيت منه ولا حاجه، بس عادي انت حابه كده مفيش اي مشكله. مناديل المطبخ دي بتكون عندك في المطبخ دايما، حتى لو بتحمري بطاطس زي الفل. يلا نطلع دول، هو ده الله. بالله عليك كنت انت مصدق انها تطلع كده؟ سامع الصوت ده راحت فين دي، نطت، هو ده. تعالي يا حلوه تعالي يا حلوه. لا وتلاقيها من جوه عامله ايه هشه، خد بالك افتح لك واحده دلوقتي اوريها لك عينيا. عايز تفرح فيا انت، عايز تفرح فيا انا عارف. شفت الحلاوه، انا هعمل شويه كفته كمان مع حضراتكم كده عشان نتعلم ازاي نقل الكفته بالشكل ده كده، واحط الطبق ده هنا مخرجنا يبص عليه ويشوف قبل وبعد. بالله عليك المعلقه في الميه والطاسه في قلب الزيت، خلي بالك اهو زي ما انا هشتغل دلوقتي اهو ده، وابدا احمر كده اهو تاني اهو. روح بقى ما بين المتحمره وما بين اللي هتتحمر وما بين الزيت، عندك تلات بيسموها ايه بقى؟ تلات حاجات. حلو؟ امسك دي في دي كده. شفت الحلاوه دي كده؟ اعملها لاولادك النهارده بالله عليك. عندك فيليه بلطي، خد الفيليه بتاعه او اشتري نص كيلو فيليه من اي سمك، هتروح على البيت كوبايه برغل اغسليها مره اتنين تلاته، سيبيها 10 دقايق نص ساعه تقليش طالما صفيتي من الميه كويس، على ما تجهزي البصله والتومه تضربها في قلب الكبه اللي عندك، تضربي الاول البرغل يبقى ناعم معاكي بشويه ميه ساقعين او مكعبين تلج من الثلاجه كده، انت عندك التلج في الثلاجه، وبعد كده تحط لها البهارات بتاعتها، كمون كزبره شبت الله، تقطعي منها كده زي ما انا شغال كده زي الفل. طبعا انا تحمير الكفته خاطف الانظار وده اللي يهمني، اما موضوع العصير الليمونات انا عارف انتوا شطار فيه، بس انا دايما بخلي السفره بتاعتي كامله مكمله، عدل السفره ليموناتا في عجاله كده بتعصير الليمون وتجيبي صودا. حلو الكلام، وبعد كده تلج وتعملي الليموناتا ونعملها لكم ان شاء الله. شفت ازاي؟ انا عايز بس تحمير الكفته ده مهم جدا لان بتتسال على السوشيال ميديا كتير، كفته بتفك مني في قلب الزيت يا عم الشيف اعمل ايه؟ الكفته ما بتظبطش معايا في قلب الزيت يا عم الشيف، بتشرب مني زيت. انا هجيب الطبق ده جنب اللي في الزيت. والصوره ايه؟ تتكلم عن نفسها او تتحدث عن نفسها. حلو؟ عيني. كده عيني. انا عارف ان انت جايب بين الاثنين بالله عليك، انا عارف انك مخرج شاطر. بص بص على الحلاوه دي كده. دي هتبقى زي دي.
اهم حاجه ما تقلبيهاش، هي لوحدها لما تتحمر هتفك من نفسها اهو، زي ما انا شغال كده اهو اهو اهو، تاكلي صوابعك وراها. ولادنا اللي بيحبوا الحاجه دي ممكن نقدم معاها مايونيز، نقدم معاها كاتشب، نقدم معاها الباربيكيو صوص زي ما انت حابه، صوص تارتار زي ما احنا عايزين. حلقات النهارده بساطه سهوله مرونه، المره دي هختم من جنب الزيت.